الطريقة الثانية للحل، أخذت نفس التمرين اللي هو 453 تقسيم 8. هاي الطريقة راح أقسم بها، يعني أقول 4 بها كم 8 ما يصير، أخذ 45، 45 تقسيم 8 يا عدد أضربه بالثمانية يطلع للناتج 45، ماكو عدد أضربه بالثمانية يطلع 45، بس أكو عدد قريب عليه اللي هو 5 في 8، 5 في 8 40، قريب على 45. إذن 45 تقسيم 8 بها 5. هنا عندي الثلاثة، شو أسوي لها الثلاثة؟ أصفرها، طلع 50. الخمسين هذا مو الناتج عندي، مو ناتج القسمة اللي طلعناه، لا، هاي الخمسين راح توصلني إلى أضرب الثمانية في 50. 8 في 50 هاي لسهولة الحل. 8 في 0 أي عدد أضربه بالصفر يطلع الناتج 0. 8 في 5 40، طلع عندي هنا ناتج 400. 400 هو عدد أصغر من العدد 453. هسه أريد أستمر بالضرب إلى أن أحصل على عدد أكبر من العدد 453. 8 في 60، نايدة نضرب في مكررات العدد 10، الصفر ينزل، 8 في 6 48، طلع عندي هنا ناتج 480. 480 هو عدد أكبر من العدد 453، إذن اللي هنا يتوقف عندي عملية القسمة، العفو، هنا اللي هنا توقف عندي عملية الضرب. عندي العدد 453 هو أكبر من العدد 400 وهو أصغر من العدد 408، بس هو العدد 453 قريب على 400، لو قريب على 480 هو قريب على 480. 480 حصلنا عليها من ناتج ضرب 8 في 60. إذن من نجي على تقدير ناتج قسمة العدد 453 تقسيم 8 يساوي 60. هذه الطريقة من قسمت 45 تقسيم 8 سهلت لي عملية الضرب عندي، يعني توصلت إلى العددين اللي راح أضربهم بسهولة بدل ما أمشي بجدول الضرب كليته. هذه الطريقة عندي الأولى، وهذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى ضربنا في مكررات العدد 100، طلع عندي العدد كبير. ضربنا في مكررات العدد 10. الطريقة الثانية قسمنا العدد الأول طلع بي 5، قلنا 45 تقسيم 8 طلع بي 5 والثلاثة تصفر. هاي 50 سهلت لي عملية الضرب، انه انا ضربت في اول شيء 8 في 50 وراها 8 في 60، حصلت على عدد اصغر من العدد المقسوم وعدد اكبر من العدد المقسوم وقارنت بيناتهم. العدد يعني قلت 453 يقع بين العددين 400 و 480، هو اقرب لل 480 منه الى العدد 400. هذا هو موضوعي تقدير ناتج القسمة، وإن شاء الله سوف نقوم بحل تمارين فقرة أتأكد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.